طيب نروح لألبرت ريرا مدرب أوكلاند سيتي النيوزيلندي اللي هيقابل النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. كوتش مساء الخير. سعيد جدا بوجودي معكم، شكرا جزيلا. بتشرف بوجودك معانا وبخش معاك في مسألة الأهلي. قبل ما اخش في الأهلي، مشاركتك في كأس العالم للأندية أمام النادي الأهلي كلاعب ثم النهاردة كمدرب. كلاعب في الحقيقة لم تتح لي الفرصة للعب أمام النادي الأهلي، لأنني كنت في ذلك الوقت كنت ألعب في أستراليا. لا أنا أقصد كلاعب في كأس العالم للأندية ثم كمدرب في كأس العالم للأندية. ولذلك أنا أقول لحضرتك أنني لم أكن ألعب في أوكلاند سيتي عندما واجهوا النادي الأهلي، هذا ما كنت أقوله لحضرتك. لم أكن ألعب في أوكلاند سيتي ولكنني كنت ألعب في أستراليا في ذلك الوقت. لا أنا السؤال اللي أنا عايز أسأله، أنت قبل كده شاركت كلاعب في كأس العالم للأندية ولا دي أول مشاركة ليك كمدرب فقط لا غير؟ نعم شاركت، نعم شاركت في كأس العالم للأندية عدة مرات، ولكن تحديدا عندما ولكنني لم أواجه الأهلي مطلقا. لعبت 3 أعوام في أستراليا، وفي ذلك الوقت واجه أوكلاند سيتي الأهلي، وذلك أعتقد كان عام 2006. عدت إلى نيوزيلندا عام 2011، وأعتقد أن هذا يوضح ما ربما يجيب على سؤالك سيد سيف. إيه الفرق بين مشاركتك كلاعب أو مشاركتك كمدرب؟ حاسسها إزاي؟ عندما تكون لاعبا وخاصة في مشاركة لأول مرة في كأس العالم للأندية، أقول أن اللاعب يصاب بتوتر كبير وتحاول أن تلعب بأفضل طريقة وتظهر أفضل قدراتك، ولكن مع مرور الوقت ومع اكتساب الخبرات واكتساب ثقة أكبر وخبرة أكبر، من الممكن أن تظهر قدراتك الحقيقية. أما الآن وأنا مدير فني، أعتقد أنني قادر على أنني أجعل اللاعبين يؤدوا بطريقة هادئة في كأس العالم للأندية. عندك معلومات عن النادي الأهلي أو تابعته قبل كده؟ نعم أنا أتابع فريق النادي الأهلي، وهذا جزء من عملي، وفي الوقت الحالي نحن في فترة راحة بين البطولات، وهذا شيء غير طيب بالنسبة لنا لأننا فقدنا لياقة المباريات، وهذا الوقت من المفترض أن أتابع مباريات الأهلي، وأنا أفعل ذلك بالفعل. أتابع الطريقة التي يلعب بها النادي الأهلي، وأتابع لاعبي النادي الأهلي، وأعرف طريقة لعبهم لكرة القدم. مين أبرز نجوم النادي الأهلي من وجهة نظرك؟ بالنسبة لي أرى لاعبين لديهم خبرات كبيرة على المستوى المحلي والمستوى الدولي، وفي الوقت الحالي أرى أن اللاعب الأكثر تأثيرا هو ديانج، لأنه هو اللاعب الذي يستطيع أن يحقق التوازن في الفريق. أيضا محمد هاني وعلي معلول، وهو لاعب متميز جدا، وأيضا من الممكن أن أتحدث عن مجدي، ولا يستطيع أن أنطق الكلمة الأخرى ويقصد بها مجدي أفشة،
وبالفعل عمرو سولية أيضا الذي يلعب بجوار ديانج، بالفعل هو فريق جيد جدا ومتوازن جدا، وكل لاعبي الفريق لديهم مستوى رائع. مذاكر الأهلي بشكل كويس. نعم هذا صحيح، كما قلت لحضرتك أن هذا جزء من عملي، ونحاول أن نؤدي بأفضل طريقة أمام النادي الأهلي. أنا أعرف أن الأهلي سيواجه فريق سموحة على ما أعتقد، ونحن سنتابع هذه المباراة، بل نتابع معظم مباريات النادي الأهلي، لأننا سنواجه الأهلي في مباراة افتتاحية بالتأكيد. الأهلي عنده حارس مرمى يعني حصل على ألقاب كتيرة في أفريقيا، ومحمد الشناوي من أفضل الحراس في أفريقيا وفي حتة تانية. نعم، مسيرة كروية عظيمة، وهو كابتن الفريق، خبرات عريضة، وشارك في مباريات كبيرة، وأن يكون مثله موجود في الفريق، فهذه نقطة إضافية كبيرة جدا للفريق، وهو يجعل الفريق متماسك ويجعل الفريق مطمئن تماما وهو يواجه المنافسين. بالتأكيد هو جزء كبير من النتائج التي يحققها النادي الأهلي. هل أوكلاند لاند أبرم بعض الصفقات قبل بطولة كأس العالم للأندية؟ نعم، لدينا لاعبين جدد، ولكن لا يوجد لاعبين تعاقدنا معهم من أجل كأس العالم فقط. نحن في الوقت الحالي في فترة راحة، وهي فترة تعاقدات، ونستطيع أن ندعم الفريق للموسم المقبل في المحلي، ولذلك هؤلاء اللاعبين موجودين ومتعاقدين معنا لفترة طويلة، وليس فقط من أجل كأس العالم، لأن بمجرد إنهاء أي موسم، وأنت تعرف جيدا أن مع إنهاء الموسم لابد أن تدعم فريقك وتحدث بعض التغييرات، ونحن دائما في فريقنا نفكر على المستوى على المدى البعيد وليس المستوى القريب. أوكلاند سيتي هيوصل المغرب إمتى وهيعسكر قبل البطولة بقد ايه؟ سنغادر غدا الى اوروبا، وسنقيم معسكرنا هناك ونلعب مباريات ودية، وكما قلت من قبل أن للأسف فقدنا لياقة المباريات لأننا في فترة راحة، ولكن سنغادر كما قلت سنغادر غدا، نقيم في أوروبا لمدة 10 أيام، وأأمل أن نلعب 3 مباريات، ثم سننتقل من أوروبا إلى المغرب يوم 27 يناير، وسنقضي 5 أيام في المغرب قبل مباراتنا أمام النادي الأهلي في الأول من فبراير. هل الهدف الأساسي أو الأهم بالنسبة لكم دلوقتي هي مباراة النادي الأهلي القادمة؟ أعتقد أن أي فريق يلعب في مباريات تنافسية لديهم الهدف الأول، وهو أن يؤدي بشكل طيب وينافس بقوة، بل ويفوز بالمباراة. إذن هدفنا هو التوجه إلى المغرب ومحاولة إحباط نادي كبير بحجم النادي الأهلي الذي يضم لاعبين رائعين، ولكن بالتأكيد سنذهب إلى النادي إلى المغرب لكي نفوز بالمباراة، ونحن نعرف أنها مهمة كبيرة جدا، وهو مهمة ذات حجم كبير جدا، ولكننا سنلعب بقوتنا وسنحاول جاهدين أن نجعل هذه المباراة غير مريحة على الإطلاق للنادي الأهلي،
وهذا هو جمال كرة القدم ومتعتها، وهذا يكمن دائما في المفاجآت أمام الفرق الكبيرة. كما أننا سنبذل قصارى جهدنا أن نفعل أو نحدث مفاجأة كبيرة. رأيك في كولر أخيرا، رأيك في كولر المدير الفني للنادي الأهلي؟ المدير الفني كولر هو مدير فني بسيرة ذاتية رائعة جدا، وحتى عندما كان لاعبا كان لاعبا جيدا، وهو كمدير فني أيضا مدير فني عظيم، أيضا حقق مع النمسا نتائج جيدة جدا، وفي الوقت الحالي يؤدي مهمة طيبة جدا في مصر، وأنا أعرف أنها مهمة ليست سهلة أبدا، وأعرف كمية الضغط الواقعة عليه من تدريب نادي بهذا الحجم، وهو النادي الأكبر في إفريقيا، ولكن هو شخص هادئ وشخص محترم، ويدخل المباريات بثقة كبيرة، ولذلك أنا لن أكون متفاجئا بتحقيق النادي الأهلي نتائج جيدة جدا في الدوري المصري. النادي الأهلي يعني بيتمتع بشعبية كبيرة جدا في الوطن العربي، هل في حساباتكم هيكون في جمهور كبير موجود في المغرب للنادي الأهلي؟ أنا أتوقع حضور جماهيري كبير، وكما قلت حضرتك أننا بالفعل أعرف أن الأهلي لديه مشجعين كثيرين في المغرب، لأن المغرب بلد عربي، ولكن بالفعل ما نريده في أي مباراة هو تواجد جماهيري كبير، وهذا يشجع اللاعبين على الأداء بأفضل ما لديهم، ولكن وأرى أيضا أن هذا التواجد يدفع اللاعبين لإخراج أفضل. في القادم، واشوفك ان شاء الله تاني على خير. شكرا جزيلا، واراك قريبا. وشكرا ايضا للمبدع دائما وملك الترجمه ونجم الراديو محمد فؤاد، بشكره شكرا جزيلا، ودائما وابدا متالق متالق متالق، وبستمتع به دائما في اي حوار الحقيقه معايا. ده انفراد كبير انفرادنا به من ألبرت المدير الفني لأوكلاند، أوكلاند سيتي، والفريق اللي هيقابل النادي الأهلي في أولى مبارياته في كأس العالم للأندية، حافظ النادي الأهلي، عارف الأسامي أكتر مننا، مذاكر كولر كويس، عارف تفاصيل التفاصيل، ودي كانت مفاجأة الحقيقة كبيرة جدا، بس الناس عشان تعرف دايما إن الأهلي كبير وعظيم في كل حتة في العالم. النادي الأهلي صاحب أرقام كبيرة وصاحب أرقام عظيمة، ومشرفنا دايما في الخارج، نتمنى له إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق في البطولة القادمة.